أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. الحلقة ديالنا ديال اليوم حلقة خاصة، الحلقة اللي عتخليك تسافر بالسمع ديالك عند أشهر مقرئين في العالم العربي. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الحلقة ديالنا ديال اليوم الحلقة اللي غتأكد بلي أن باقي الخير في الشباب ديالنا، ما نطولش عليكم، خليكم معنا باش عرفوا كثر. السلام عليكم خي سفيان. وعليكم السلام خي أيوب، بخير مزيان الحمد لله. شوف الحلقة ديالنا اليوم خاصة عب الدراري اللي كيجودوا والدراري اللي كيقلدوا القراء. أنا جيتنا عندك عاد اختارتينا من عندك قراء اللي بغيتي تقلدوا منا في الحلقة ديالنا اليوم. مرحبا بك خي أيوب. قول لي شكون هما اللي تقدر تقلدنا؟ نقرا لك بسوديسي وسوديسي وصيغة مغربية ومعقلي. واخا تبارك الله، توكل الله وبدنا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. مقرئ آخر. معقلي. بسم الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تبارك الله. دابا الصيغة المغربية إن شاء الله. واخ. بسم الله. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. صدق الله العظيم. شكرا بزاف اخي زكريا وتبارك الله عليك الله يرحم والدك الله يعزك. نتلو بعض الايات من سوره الحشر اواخر سوره الحشر ان شاء الله. وبالنسبه للاصوات الاصوات ان شاء الله تبدل الاصوات في نفس الايه نبدل الاصوات نمشي بطريقه ونبدل طريقه اخرى ان شاء الله. واخا تبارك الله نبداو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم خي اسامه. وعليكم السلام خي عيف. خي اسامه الحلقه ديالنا اليوم خاصه بالشباب اللي كيجودوا الشباب اللي عندهم اصوات يعني اصبح لنا نقولوا اصوات مزيونه ديال التجويد ديال القران وغنطلب منك تعطيني شي مقرئ من عندك ولا الصوت ديالك اللي بغيتي المهم الايه اللي بغيتي ومقرئ اللي بغيتي بكل فرحه خي ايوب واخا شني غتقدم اسلام صبحي تبارك الله سوره ابراهيم بعض الايات نبداو على بركتي وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله شكرا بزاف اخي سفيان بارك الله فيك لا حول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شكرا بزاف أخي أسامة، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أخي أيوب. شكرا بزاف على الاستضافة. رحم ولدك أخي أسامة. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه الاصوات ديال الشباب اللي دازوا معنا اليوم. كنتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.